تحتضن سوريا باقة من الجامعات التي تقدم مناهج متكاملة وذات مستوى عالي جداً، وبتخرج طلاب بكفاءات وقدرات علمية رفيعة المستوى. ومن بين هاي الجامعات جامعة القلمون اللي فيها مجموعة اختصاصات مميزة رح نحكي عنها أكثر وعن حفل تخرج طلاب الكوكبة 13 مع ضيفنا الدكتور محمد عادل جواد نائب رئيس جامعة القلمون للشؤون العلمية. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. صباح الخير لكم وللسادة المتابعين والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك مرة تانية. يعني جامعة القلمون اسم فعلا رائد بالجامعات السورية، وأثبتت دورة بعد دورة للتخرج أنه طلابها عم يدخلوا على سوق العمل وهن عندهم خبرة أكاديمية علمية ونظرية. خلينا نبدأ من الأخير، مبارح كان حفل تخرج الدفعة 13 من الجامعة، خبرنا أكثر عن الحفل. في الواقع نحن 18 آب من كل عام هو عيد الجامعة، هو اليوم اللي بيتم فيه تخريج الدفعة السنوية لجميع الاختصاصات اللي موجودة في الجامعة. حفل الأمس مبارح كان حفل مميز جدا ويحمل عدة معاني. هلأ الكوكب 13 مثل ما ذكرت الآنسة وجد، فصحوة يعني 13 سنة زائد 4 سنوات دراسية لتخرجت الدفعة الأولى على الأقل، يعني نحن 17 سنة من العطاء، فتعتبر الجامعة أول جامعة خاصة في سوريا. حفل أمس أنا عم بقول حمل أكثر من معنى. صح هو كان برعاية السيد وزير التعليم العالي وكان فيه له كلمة توجيهية، لكن الكلمة الهامة جدا كانت كلمة رئيس مجلس الأمناء اللي من خلال الكلمة، ما كانت كلمة كلاسيكية، كانت عبارة عن عبر عن نصائح ليس فقط للخريجين وإنما لكل من كان حاضر من أهالي من أساتذة من جمهور، تحمل معاني. أولا التخرج ماذا يعني، لباس التخرج الموحد ماذا يعني، من أين نشأت هذه الفكرة اللباس الموحد، مشية الخريجين، طبعا مرورا بالنصائح المقدمة للخريج ما يكون مغرور أنه هو حصل العلم. دائما وأبدا الإنسان يجب أن يطلب العلم حتى آخر يوم في حياته، وقدم من خلال عبر ومن خلال حكاية رائعة جدا. ونهى كلمته أيضا بكلمة ونصيحة توجيهية للجميع أنه اليوم العلوم الحديثة بحاجة لكادر مميز ومثقف أعلى ثقافة. هلأ النقطة الثانية، العبارة الثانية كانت بحفل التخرج المميز مبارحة، أنه بعد تخرج طلاب في حفل فني. دائما وأبدا جامعة القلمون تعودت يكون في حفل يحتفلوا فيه الطلاب. حفل مبارح أحيته فرقة إسبانية، فرقة فلامنغو أثرو ديل، مؤسسي الفرقة هني طالبين من خريجي جامعة القلمون. طالب يتخرجت من كلية الطب البشري والطالب تخرج من كلية الأعمال والإدارة، وشكلوا ثنائي مع بعض طبعا، وفيما بعد تزوجوا وسافروا لإسبانيا لاستكمال دراساتهم العليا. واهتماماتهم الموسيقية المميزة شكلوا هذه الفرقة، هن طبعا اثنين أصل سوريين لكن شكلوا فرقة من الإسبان وأتوا بهذه الفرقة لسوريا لتقديم هذا الحفل اللي مزج فيه عبق الأندلس مع ياسمين بلادنا الشام. وكانت رسالة رائعة جدا أنه كيف خريجين الجامعة نفسهم هن اللي شكلوا هذه المجموعة الرائعة جدا واللي إجت وعملت هذا الحفل اللي كل من حضر كان مسرور جدا ومبتهج لهذا التمازج ما بين الأندلس وما بين سوريا. يعني من أحلى وأهم الإنجازات اللي ممكن يعملها أي شخص هو فعلا حفل التخرج، وفعلا كتير يعني لكل الطلاب. ودكتور الشعور اللي كنت عم تحكي لما بيكون الطالب هو فعلا لابس هذا الزي الموحد قدام أهله وقدام كل رفقاته بالجامعة، ويشوف قديش فعلا دكاترته بالجامعة أهله ورفقاته فخورين فيه ومبسوطين لهم، بدنا نقول لهم ألف مبروك التخرج لكل طلاب الدفعة. طب خلينا نحكي شوي عن جامعة القلمون أكثر دكتور. حضرتك ذكرت إنه صلى 17 سنة مؤسسة هي الجامعة وفيها لكثير من الاختصاصات، شو هي أهم هذه الاختصاصات؟ طبعاً جامعة القلمون هي أول جامعة خاصة بعد ما صدر المرسوم التشريعي بإحداث الجامعات الخاصة لتكون رافد حقيقي وهام جداً للتعليم العالي الحكومي. للتعليم العالي في سوريا، أي دخول في تنوع وسائل وأنماط التعليم العالي. إذن تأسست الجامعة في عام 2003 وببنية تحتية مميزة، المؤسسين كانوا حاطين أمام أعينهم مشروع
طبعا هام جدا، يقدم للمجتمع ولسوق العمل خامات مميزة جدا. لذلك منذ البداية كان الاختيار أن يكون كل شيء مميز، بدءا من اختيار التجهيزات المخبرية لبناء مشفى مميز جدا لكلية الطب، وانتهاء بأي فعالية وأي شيء يحتاجه الطالب خلال دراسته. هلأ فيما يتعلق في الاختصاصات، طبعا جامعة القلمون تقريبا تضم معظم الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل، الكليات الطبية جميعا، الطب البشري، الصيدلي، طب الأسنان، وفي عندنا كلية اسمها كلية العلوم الصحية باختصاص تغذية أيضا، سيتم تفعيلها أيضا لاحقا بعد ما كانت مفعلة. أيضا نجي لقطاع الهندسي، جميع الاختصاصات الهندسية عندي، تقنية المعلومات، الاتصالات، الميكاترونيكس، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية. ننتقل لقطاع الأعمال والإدارة، كلية الأعمال والإدارة حاليا فيها برنامجين بتخرج طلاب باختصاص إدارة أعمال، وأيضا باختصاص آخر هو تمويل ومصارف، ولاحقا راح يتم افتتاح اختصاصات أخرى كالمحاسبة والتسويق وغيرها. تمام. في اختصاص أيضا آخر مهم جدا ومطلوب كثير في سوق العمل، اللي هو الفنون والإعلام. حاليا في عنا اختصاصين في الكلية، اختصاص التصميم الداخلي الديكور والتصميم الجرافيكي. طبعا أيضا في عنا اختصاص كانت الجامعة من أوائل من أول من أحدث هذا الاختصاص، هو العلاقات الدولية والدبلوماسية. اليوم تحولت الكلية، صار اسمها كلية العلوم الإنسانية والحقوق، ونحن حاليا نستعد لإطلاق قسم الحقوق في أقرب فرصة. ممتاز، حلو كتير. وعم نشوف نحن كنا مع المشاهدين فيديوهات عن حفل التخرج وعن الجامعة وكيف الهيكلية والبنية الداخلية للجامعة، وفعلا هي مميزة، الله يعطيكم ألف عافية. ولكن لليوم مثل إذا رجعنا للمرحلة الابتدائية والثانوية، بيقولوا أنه المدرسة الخاصة الطالب فيها بيطلع غير المدرسة الحكومية، غير إيجاباً وسلباً. يعني إيجاباً ممكن يكون في الاهتمام أكثر، ولكن سلباً من ناحية الانضباط ومن ناحية الاحترام المدرسين أو حتى أخذ الدراسة على محمل الجد. يعني يؤخذ باللهجة المحلية على الجامعات الخاصة، بيقولوا أنه شو ما عمل الطالب بينجح فيها، شو ما كان المنهج بيكون فيها ميسر للطالب. هذا الموضوع من الصحة وين منشوفه؟ سؤال مهم جدا، وشكرا على هذا السؤال. بداية يجب توضيح أمر مهم جدا، الجامعات الخاصة مثل ما كثير من الناس بيعتقدوا أنه هي مشروع ربحي مميز جدا، لا. أنا راح أخذ مثال الجامعة اللي أنا فيها، جامعة القلمون. الأموال اللي استثمرت لإنشاء الجامعة وللبنى التحتية اللي موجودة فيها، لو استثمرت في أي مجال استثماري آخر لكان مربح أكثر بكثير. أي رقم واحد. رقم اثنين، الجامعات الخاصة تخضع لنظام الاعتمادية، طبعا المقر من قبل مجالس التعليم العالي المتسلسلة المختصة. وصدقني أنه التدقيق ومنح الاعتماد للجامعة الخاصة أصعب بكثير من الجامعات الحكومية. أنا سابقا معقدة. أنا سابقا كنت في جامعة حكومية، يعني من وقت اللي نلت شهادة الدكتوراه لحوالي 8 سنوات أو 9 سنوات قبل ذلك كنت في جامعة حكومية، بعرف المقارنة تماما بين الطرفين. أولا في الجامعة الخاصة في عندك تدقيق تماما على نسبة الطالب إلى أستاذ، يعني في الاختصاصات العلمية النسبة المثالية عالميا هي 1:20 أو 1:25، يعني هذا ما هو مطبق بهارفرد. هذا المعيار هو المطبق في جامعات يعني الخاصة. يعني إذا كان في طالب دكتور عم يعمل دكتوراه لازم يكون المشرف عليه لا قبل الدكتوراه، قبل الماجستير. لا عم بحكي أنا في المرحلة الجامعية الأولى. قبل الجامعية فقط. في المرحلة الجامعية الأولى كل 20 إلى 25 طالب في الجامعة دكتور. لازم يكون في دكتور على الأقل. يناظرون. طبعاً دكتور، في عندك واحد معه أو اثنين ماجستير، ممكن واحد إجازة، زائد محضر أو محضرين مخبريين. إذن الكادر عم يفرجيك أولاً ككادر تعليمي أنه في تناسب وفق المعايير العالمية اللي في أحسن الجامعات. هذا رقم واحد. اثنين، ممنوع يكون بالقاعة الدرسية الحد الأقصى 40 طالب. إذا في 41 طالب في جزاءات ومخالفات، وأكثر بكثير من ما يتصور الكثير من الناس هذه المخالفات دقيقة. ثلاثة، أنا بدي أحكي شوي بقى عن خصوصية جامعة القلمون في هذا المجال. نحن شوي بعض الطلاب مو الكل اللي ما كتير جديين بيوصفونا أنه نظاميين كتير.
كيف نظامية؟ يعني الطالب مجرد أنه وصل إلى نسبة الغياب الغير مسموحة مباشرة تطبق بحقه الإجراءات الـ يحرم من المادة أو طبعا يحرم من المادة، وهذا شيء طبيعي تماما. لذلك بتشوف عنا نسبة الحضور دائما قريبة من الكاملة، سواء بالعملي أو بالنظري، حتى يمكن بالجامعات الحكومية بتشوف الالتزام بالنظري أقل بكتير. إذن موضوع أنه الجامعة الخاصة مستوى بالعكس تماما، نحن في جزء مثل ما حكيت لكم جزء من طلابنا بيتهمنا أنه كتير دقيقين كتير نظاميين ومنطبق كل شيء بأحسن ما يكون من المعايير. إضافة مثل ما حكيت الاعتمادية دائما موجودة. هي موجودة لكل الجامعات الخاصة. أوكي. سواء أنت بدك تطبقها أو مجبر أنك تطبقها. يعني بالختام دكتور نتمنى لكم كل التوفيق. نحن فعلا سعيدين أنه في عنا جامعات بتقدم هيك مناهج بمستوى عالي وعالمي أيضا، وأيضا في عنا طلاب عم يتخرجوا مثل ما كان عم بيقول ورد فعلا هنا قادرين يدخلوا سوق العمل مباشرة لأنه عندهم خبرة عملية وأيضا خبرة كافية لحتى يدخلوا سوق العمل. شكرا كثير دكتور على وجودك معنا. شكرا لكم. بس في نقطة صغيرة بحب أنوه لها. تفضل. أهمية الجامعات الخاصة غير اللي حكيناه، أنه بالأساس المرسوم الإحداث يجب أن تحدث في مناطق خارج المدن الكبرى. الغاية الأساسية هي تنمية وتطوير المجتمع. حلو. وأكبر مثال على ذلك جامعة القلمون اللي أحدثت في منطقة القلمون. الآن اللي بيزور المنطقة بشوف قديش هالقيمة التفاعلية وهالقيمة المضافة ما بين الجامعة وما بين المجتمع المحيط فيها. صح. وقديش عم بيكون هذا رافد حقيقي وهذا جداً. مهم جدا. لذلك نحن بنأكد مرة أخرى أنه دائماً وأبداً الجامعات الخاصة يكون لها دور رئيسي في تنمية المجتمع الذي تنشأ فيه. تمام. يعني بنوجه لكم تحية كبيرة كجامعات خاصة وعلى رأسها جامعة القلمون وجامعة دمشق حلب البعث وأيضاً كل الجامعات الحكومية اللي لا تقل شأناً أبداً عن الجامعات بالدول المجاورة. شكراً كثير لكل الكوادر القائمة عليها. شكراً دكتور، يسعد صباحك. شكراً لكم. أهلاً وسهلاً.